بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة التوحيد አስራ አምስተኛው ክፍል ላይ ነን ዛሬ። ባለፈው አስራ አራተኛውን ክፍል ተመልክተን ነበር። አስራ አራተኛውን ክፍል በምንመለከት ጊዜ ዒባዳ ምን እንደሆነ እንዲሁም ዒባዳ ምን ምን ነገሮችን ጠቅልሎ ይይዛል የሚለውን አይተን ነበር። ዛሬ ፊ በያኒ መፋሂመ ኻጢአቲ ፊ ተሕዲድ ልዒባደቲ ከሚለው እንጀምራለን። ፊ በያኒ መፋሂመ ኻጢአ የተሳሳቱ የሆኑ ግንዛቤዎችን ማብራራት ፊ ተሕዲድ ልዒባደቲ ዒባዳን በመግለጽ ዒባዳን እንዲህ ነው በመግለጽ ላይ ወይም ዒባዳን በመገደብ ላይ ልዒባዳቱ ተውቂፍየቱን ዒባዳ ሲባል እንግዲህ ተውቂፍይ ነው። ተውቂፍይ ምን ማለት እንደሆነ ተመልክተናል ከዚህ በፊት። ቢማዕና እነሁ ላ ዩሽራዑ ሸይኡን እንግዲህ ትርጉሙ ምንድን ነው? ላዩ ሽራዑ አይደነግግም ሸይኡን አንድም ነገር ሚንሃ ከሷ ኢላ ቢደሊልን ሚን አልኪታብ ወሱነቲ ከኪታብና ከሱና በሆነ መረጃ እንጂ ከቁርአንና ከሱና በሆነ መረጃ እንጂ በጭራሽ አይደነግግም ነው። እንግዲህ ዒባዳ ሲባል ወደ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚያቃርበን መልካም ስራ ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚወደው ስራ ነው። ይህንን ነገር ደግሞ እኛ በአቅሎቻችን የምንደርስበት ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ተደንግጎ ካገኘነው የምንፈጽመው ወደ አላህ የምንቀርብበት ነው ብለን እናምናለን። ነገር ግን ከዚህ ውጭ ከሆነ ሊፈጸም የሚገባ አይሆንም። فهو بدع وما لم يشرع يالتنجج فهو بدعة مردودة እሱ ተመላሽ ሆነ ቢድአ ነው፣ በባለቤቱ ላይ ተመላሽ ነው። كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا سران يسرى سو ليس عليه امرنا بسلايهኛ تعزاز يللبتن سرا يسرى سو فهو رد نسو تملاش نو فبالبيت لاي كن بتملاشነት ብቻ የሚቆም አይደለም። ሌሎች በርካታ መረጃዎች ባለቤቱ የቢድአው ባለቤት ማለት ነው እጅግ አደገኛ የሆነ ነገር ውስጥ መነከሩን ይጠቁማሉ። ሌሎች መረጃዎች مردود عليه بس لا يتملاش نوع عمله سراو لا يقبل منه كسو تكباينت يلوم بل دوم يأثم عليه بس لا ونجلن يهونال آثيم يهونال لمن لأنه معصية ونجلنونا بدعا ونجلنونا وليس طاعة طاعة لما التازز على ثم قلت هننكال عبادة بلو مالت ቁርአንና ሐዲስ ላይ ተደንግጎ የተገኘ ነገር ነው። ከዚህ ውጭ ማንም ሊደነግገው አይገባም ብለን ካልን ቀጥለን ወደ ምን እንገባለን? ثم ان المنهج السليم ደሞ ቀጥተኛው ጤናማው منهج መንገድ في اداء العبادات عبادات بمفصم ላይ المشروعه يتدنگغو يهونو عباداتين بمفصم ላይ هوሱ الاعتدال بين التساهل والتكاسل መካከለኛ መሆን ነው። በተሳሁልና በተካሱል በቸልተኝና በቸልተኝነትና በስልቹነት ወበይነ ተሸዱድ ወልዑሉዊ በጣም በማጥበቅ ተገቢ ያልሆነ ማጥበቅና ዑሉው ድንበር በማለፍ መካከል ነው እንግዲህ ዒባዳን መፈጸም ላይ ያለው ጤናማ አካሄድ ማለት ነው። ተሳሁልና ተካሱልን በምንመለከት ጊዜ እጅግ ወደ ኋላ መቅረት ቸልተኝነት ይታይበታል። ተሸዱድና ጉሉው ደግሞ ከተደነገገው የማለፍና የማጥበቅ በሽታ ይታይበታል። قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم قطبل كما امرت እንደታዘዝከው ومن امن معك كانت غارم እንደዚሁ عفوا ومن تاب يتملس معك كانت غار እንደዚሁ እነሱም قطبلوا ولا تطغوا ድንበርን አትለፉ። እንደታዘዝከው ቀጥበል ከዛም ድንበርን አትለፍ ነው።
فهذه الآية الكريمة يتشي تكبرت آية فيها بسوست رسم لخطة المنهج السليم كتتنيا يهونون منهج يسون مسمر ماسمر الله في فعل العبادات عباداتهم بمفصم لاي يهمس مرنجدي عباداتهم بمفصم لاي يتنيون أكهير مهرين دال بني تقومان وذلك يهي بالاستقامة قد بمعنى في فعلها الصوم بمسرات لاي على الطريق المعتدل بتستكاك لو كتب على منقل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط إفراط تفريط يلبت إفراط يلبت دنبر مالف يلبت ولا تفريط تقصير دقمو يلبت شلتني النت وده على مالف يلبت حاسب الشرع كشريعة وانصارنا كشريعة وانصار كما أمرت من أول ما ثم أكد ذلك كما أمرت أن تعززكه ثم أكد ذلك إن النجم أتنكر أسأنا بقول دي بمالت ولا تطغوا بلو مالت والطغيان والطغيان من دنو مجاوزة الحد دنبر لك مالفنا بالتشدد والتنطع الجيق بما تبقنا دنبر بمالف مالت أكراري بمونيهنا وأكراري النت بلو مالت شريعة الله كتكمته نقر مالفنا متبك يللبت النقر ما تبكنا إنجا ندندوش عندما يسبوت شريعة لا يمتع النقر أطبقوا ميازا يدلم ينبيون عليه الصلاة والسلام سنة يبال دربو الشاتشون من قر أطبقوا ميازا يها كراري يميسن يقول دا يدلم وهو السؤال غلونا ولما علم صلى الله عليه وسلم باوقو قزي بأن ثلاثة النزيا سوستوش من أصحابه كبال دربو الشاتشو تقالوا أعماله ينبيون سرا تقالوا أكللوا أكللوا واسبوا أسانسوا واسبوا إصاتشون سرا مالتنا إيه يتكستون قريه ينبيون عليه الصلاة والسلام مستوشكة يقوها لنا ينبيو عليه الصلاة والسلام إبادة من دمي مسل تيقو بميتا يكو قزي ياغن يتملاش ودزي هون ودتتكسوا عن ملكاكت آزوراتشو يام من دنو إيه ينبيو عليه الصلاة والسلام سرا يالبزعنا كلل يالنا وبلوالو نبيو يهنن كسر رغمو إنيا من يهل مسرات اللبن وانجل نيوشنن وانجلات شن بزونو قالوا إنا بزال يارغوت تنكر يارغوت فلقو الزيلا يقن متاوكي اللبت النسو إنسرا لن بلو يالوت بتلي هلتو سراوش مالدنو عندون كوان يتدنقق عبادة يدلم ملت يمي بالو سراوش ناتشو المتع بتالن حيث قال أحدهم عندات شو بالاقزي أنا أصوموني صوم اللهن يالا ولا أفطروا على فترة مالا صوم اندمي تحوكو كمرت سراوش وستاندونا إن المرت سراقن كمرت النتو ودا مدفونة ياشيغ أقرو أكاهير نبرا يا من دنو لا أمنو ولا أفطروا يميلو على فترة مجرعش عليه يا نبي يوسنا إلا لمن وقال الآخر للأن يوالا أنا أصلي نيرو سقنا اللهن يالا ولا أرقدو ألتن يمالا إهم صلاة الجيق بتام توداج هنا ملكا مسرانا ولا الله سبحانه وتعالى إمي أقرب ملكا مسرانا ونقر قل جراش رفت ساينورو لليتون بمولو ليكون بمفلقو يهسراو يتوددون سراو ودليلا نقر أزورو من يال توددنا درقو مالتنا ونان دي سراوش مسارتات شو ملكا ميهوننا نقر قل يتسربت هنيتانا وقت وينبوتا كملكا منت يازورات شونا مطفو يدرقات شو ወደ ቢድዓ በመንመጣ ጊዜ በርግጥ ቢድዓ ባብ ላይ በመንደርስ ጊዜ በደም በመናዩ ጉዳይ ይሆናል وقال الثالث ሶስተኛ ዋለ انا لا اتزوج النساء عليه مست بچራሽ አላገባ ማለት ይሄ ጭራሽ የተነገገ ነገር አይደለም ከመሰረቱም ቢሆን قال صلى الله عليه وسلم لكني نገርግኒ اصوم وافطر ጾማለሁኛ ፈጥራለሁ واتزوج النساء ሴቶችን ደግሞ አገባለሁኝ مستን አገባለሁኝ አለ فمن رغب عن سنتي كني سنة يشش يراك رغب يمتلوا قال كعان قارك متاج ترقوا مشش على مفلق يونال لقد رغب في قارك متاج مفلق مكجل يونال عن سنتي فليس مني كني أيضا لمالو نبي عليه الصلاة والسلام كني أيضا لمالو وهناك الزيلة الآن أهن في أتاني هل التبدنو تشالو
ሁለት ቡድኖች ሁለት ጭፍራዎች አሉ ሚን الناስ ከሰዎች على طرفي نقيض تصاراري بهونو طرزوች ላይ طرفوች ላይ في امر العباده بعباده قداي ላይ በዒባዳ ጉዳይ ላይ ሁለት ተጻራሪ የሆኑ አቋሞችን እናገኛለን። በመካከለ ግን ቁርአንና ሐዲስ ላይ የምናገኘው ቀጥተኛው ሙዕተዲል የሆነ አቋም ነው። አልፊአቱል ኡላ ሙዕተዲሉ ቀድም የተከሰነው ነው። አልፊአቱል ኡላ የመጀመሪያው ቡድን ቀሰረት አሳጠረች في مفهوم العبادة የዒባዳ ግንዛቤ ላይ የዒባዳ ግንዛቤዋ ያጠረና የጠበበ ነው። ወተሰሐለት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የዒባዳ ግንዛቤያቸው የጠበበ መሆኑ ወተሰሐለት ቸልተኛ ሆነች في أدائها እሷን በመፈጸም ላይ ዒባዳን በመፈጸም ላይ ምን ሆኑ ቸልተኛ ሆኑ ምክንያቱም መጀመሪያውኑ የጠበበ አመለካከት ነበራቸውና حتى عطلت اسكرق وتشدرس كثيرا بذن من انواعها كاينتوچوا كعبادة اينتوچ بذوچن አራቆቱ አልፈጸሙትም እንዲፈጸምም ግፊት የሚያደርጉ አይሆኑም። وقصرتها ساطرتشات عبادن ማለት ነው على اعمال محدوده يتجدبت سراوچ ላይ ማለት ነው يتجدبو ጥቂት ስራዎች ብቻ አደረጓቸው። وشعائر የእስልምና እስላማዊ ምልክቶችም ላይ እንደዚሁ ቀሊላ ትንሽ የሆኑ እስልምና እስላማዊ ምልክቶች ላይ አሳጠሯቸው እንደ ሶላትና የመሳሰሉ ነገሮች ተአዳ የምትፈጸም في المسجد فقط مسجد لا يبتشا يمفصم عباداتو لاي اساطرواچو ولا مجال سفرا يلم للعباده لعباده لا املكو في البيت بيت وسط ولا في المكتب بيروم وسط اندزيو ولا في المتجر ينقد بوتا لايم اندزيو نقد لايم اندزيو ولا في الشارع منجر لاي ولا في المعاملات معاملات ملاي اندزيو معاملات ከሰው ጋር ምንስራራቸው ነገሮች እንደ መሸጥ መግዛት የመሳሰሉ ነገሮች ولا في السياسه ፖለቲካም ላይ እንደዚሁ ፖለቲካን አንዳንድ ዑለሞቻችን ራቁት ሲሉን ሰማለን በተጨማሪ አንዳንድ طالب علمዎችም ይሄንን ሲሉን ሰማለን በዚህ ጊዜ አንዳንድ ሙብተዲዓዎች ይሄንን ንግግር ያነውራሉ የተፈለገበት ግን እዚህ ላይ ምንድነው አንደኛ ተገቢ ያልሆነውን ከእስላም ጋር የሚጻረረውን ፖለቲካ ራቁት አትግቡበት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፖለቲካ የራሱ አህል አለው ባለቤት አለው ሁለሞች ናቸው ይሄንን ትልቅ ጉዳይ ያንቀሳቅሱት የሚገባ ሁለሞች ናቸው ሌላው ተራው ሰው ወይም حتى طالب علم እንኳን ራሱ ዚውስት ገብቶ ሊዳክር አይገባውም በጭራሽ ትልቅ ጉዳይ ነውና ይህንን ለማለት እንጂ ጭራሽ ፖለቲካ የሚባል ነገር በእስላም ውስጥ የለም ለማለት አይደለም። አንዳንዶቹ እንደሚቀጥፉት ደግሞ ፖለቲካ እስላም ዋናው ክፍል አይደለም። ዋናው ክፍል ተውሂድ ነው። ዋናው ክፍል ሩቡብያው ነው። ዋናው ክፍል ኡሉሂያው ነው። ዋናው ክፍል አስማው ሲፋት ነው። በተለይ ደግሞ ሩቡብያው ሳይሆን ኡሉሂያውና አስማው ሲፋት ላይ በጣም እናተኩር ይገባናል። ለምን ሩቡብያው እንደው ሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ የተቀበለ ጉዳይና ጭቅጭቅ የሌለበት ጉዳይ ነውና ولا الحكم فردم لا في المنازعات ጭቅጭቆች ክርክሮች ላይ ولا غير ذلك كذي مش እንደዚሁ من شؤون الحياه كهوት ጉዳዮች አይገባም ማሉ ጭራሽ نعم قالوا او للمسجد فضل للمسجد بلጫለው ምንም ተረጥር የለው ويجب قد هنا أن تؤدى فيه بالصلاة للتفصم الصلوات الخمس ومستوقع الصلاة ولكن العبادة نقر قن عبادة يميبالو نقر تشمل تتقل لعلك عبادة كل حياة المسلم يا مسلمنا التقاليه وتتقل لعلك انديت من مقبع اللبن انديت من كساكس اللبن انديت شنتبيت ما التقام اللبن انديت مقبات اللبن انديتس መኖር ካልተቻለ መለያየት አለብን የመሳሰሉ ነገሮችን ሁሉ ተቀብሎ ያዘ ሙሉ የሆነ ህይወት ነው داخل المسجد وخارجه مسجد المستيون كمسجد وچም ማለት والفئه الثانيه ሁለተኛው ቡድንሳ ተشددت በጣም አጠበቀች في تطبيق العبادات عباداتን تطبيق በማረግ በመፈጸም ላይ الى حد التطرف ወደ ጠርዘኝነት ድንበር فرفعت المستحبات مستحب يهونو
ሱና የሆኑ የተወደዱ ነገሮችን ከፍ አደረጉ ኢላ መርተበት ልዋጅባት ወደ ዋጅብ ደረጃዎች ወሐረመት እርም አደረገች ባዕድ ልሙባሓት ከፊል ሓላል ነገሮችን ደግሞ እርም አደረጉ እነዚህ ሰዎች ጠርዘኝነት እዚህ ድረስ ያደርሳል አክራሪነት እዚህ ድረስ ያደርሳል وحكمت بالتضليل فررت بالتضليل بما اتممنا او التخطيئه ويدهم بواسطه تساستوال بمعنى على من خالف يتصررا منهجها يسون منغير يتصرره كله تماما نو تساستوال ود مالت جباچ اچنياو بودن مالت اندي نو انغدي يا دنبر مالف يا غلو مچرشاو يي نو راساچو ينكروبتنا ازا وست يالجبان سو بمونو دغمو يفرجوتال وخطا تساستوال بلو يالن مندزيو مفاهيمها يسوان غنزاوي وخير الهدي يمن قدو تشلو مرت حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ينقرو تشلو أسكفي دمو محدثاتها متى نقرو أنو مجمّر يتكسنو نرمو ينبي عليه الصلاة والسلام من قد الفصل السادس لي في بيان ركائز العبودية الصحيحة إن ملكة اللن የትክክለኛን አምልኮ ረካኢዞች ዋና ዋና ነገሮች መቆሚያዎችን በማብራራት ላይ ነን እዚህ ላይ የሚተከልበት ኢባዳ በምን ላይ ይተከላል ኢባዳ በምን በምን ነገሮች ላይ ይቆማል የሚለው ነው ان العباده عباده ترتكز على ثلاث ركائز በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ዋና መቆሚያዎች ላይ ትተከላለች ትቆማለች هي الحب والخوف والرجاء ناتشو مودرنا حبنا وديتنا والخوف فراجنا والرجاء تسفى ما درقنا ان العباده عباده ترتكز على ثلاث ركائز بسوست ركائز وش لاي تتكلالك تقومالك بسوست وانا وانا مقوم يا وش لاي والخوف مع فالحب هي الحب والخوف والرجاء عفوا فالحب وديت انا مع الذل كما تنانسنا كما وارد غار والخوف رغم فراچانا مع الرجاء تسفى كما درك غار ميزانون يطبقوال لا بد قروت يلم يلتال ويم جدن في العباده عباده لي من اجتماع هذه الامور النزيه نغروش مسبسباچو جدن قال تعالى الله بيقول في وصف عباده المؤمنين امان የሆኑ ባሮችን በሚገልጽ ጊዜ يحبهم ويحبونه يحبهم الله سبحانه وتعالى يوداቸዋል ويحبونه الناس يودታል ውዴታን እናሰብታለን الله سبحانه وتعالى الله መልካም ባሮችን ይወዳል መልካም ስራዎችን ይወዳል መልካም ባሮቹ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ይወዳሉ مبتدعዎች ግን ይሄንንም ቢብለዋል አንዳንዶቹ ሁለቱንም አናሰብትም ብለዋል አላህ ይወዳልም ብለን አንልም ይወደዳልም ብለን አንልም አሉ። እንዴ አይነት ነገር መናሰብተው ተመሳሳይ ለሆኑ አካላት ነው አሉ። ይሄ ትልቅ የሆነ ጥፋትና ትልቅ የሆነ ቀጥፈት ነው። ሌሎቹ ደግሞ አላህ በመልካም ባሮቹ ይወደዳል እንላለን ነገር ግን አላህ ይወዳል ብለን አንልም አሉ። ምክንያቱም ይወዳል ካልን ከፍጥሯን ጋር ይመሳሰልብናል አሉ። በዚህ ሁሉ መዳኒቱ ምን ነበር? ኢስባት مادرق نو يالما مساسل يهو نبرا مدانيت قال تعالى والذين آمنوا النزي يمن وشد حبا لله لالله سبحانه وتعالى برطيهون وديت الله تشبلون قال بعض السلف عفوا وقال بلوال في وصف رسوله وأنبيائه رسوله جنن أنبياءه جنن سيقال ساتشو إنهم النس كانوا نبروا يسارعون في الخيرات ملكام نقروش لاي ملكام سراوش لاي يشكراد دمو نبرا ويدعوننا يلمنون يا ملكن نبرا رغبا ورهبا رغبا بمكجل الله زند يالون ملكام نغر بمكجل ورهبا بمفرات الله زند يالون قطات بمفرات قدي الله انس يلمنوا الله انس يا ملكو من لا يهونونو رغبا نا رهبا لا يهونونو إيا ودساتشون الله سبحانه وتعالى وكانوا لنا خاشعين وكانوا نبروا لنا لنيا خاشعين فريوش نبروا لنا قال بعض السلف من عبد الله الله يا من لك سو بالحب وحده بودته بك فهو زنديق اندي عينته زنديق اندي عينته زنديق زنديق انجدي بزو علموتشاتين كمنافق غارا
የሚመሳሰል አድርገው ይገልጹልናል። በእርግጥ ለየት ባለመልኩም ተገልጿል እዚህ። እንዲህ ብቻ ግን ረዘም እንዳይልብን በዚሁ እናሳጥረው። ወመን አበደሁ ያመለከው ቢረጃ በረጃ ዋሕደሁ ብቻ በረጃ ብቻ ያመለከው ፈሁወ ሙርጂኡን ነው፣ ከሙርጂያዎች ነው እሱ። እንግዲህ ሙርጂያዎች ስማቸው እንደሚጠቁመው ከኢርጃ ነው ብለን ካልን ወደ ኋላ ማስቀረት ወይም ማንጓደድ ነው። ምንን? ስራዎችን ከኢማን ስላስቀሩ። ኢማን ካለ መጥፎ ስራዎች ቢሰሩ መልካም ስራዎች ባይሰሩ አይጎዳም የሚል አቋም ስላላቸው ስራን ከእምነት ስለነጠሉትና ስላስቀሩት ከዛ የተነሳ ነው ሙርጂዓ የተባሉት ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ከረጃ ነዋል፣ ራሳቸውን በባዶ ተስፋ ሞልተዋል፣ ሌላውን ደግሞ በባዶ ተስፋ ሊሞሉት የተነሱ በመሆናቸው ሙርጂዓ ተባሉ ይላሉ። ለምን? አሁንም እዚህም ላይ እነሱ ኢማን ካለ በቂ እንደሆነ ነው የሚናገሩት፣ መልካም ስራ ባይኖርም መጥፎ ስራ ቢበዛም። ወመን አበደሁ ያመለከ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያመለከ ቢልኸውፊ ዋሕደ በፍራቻ ብቻ ፈሁወ ሐሩሪይ ነው። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? ከኸዋሪጆች ነው። ምክንያቱም ኸዋሪጆች ወዒዱን ዛቸውን ነው የሚይዙት፣ ዛቸውን ይይዛሉ። ስለዚህ እጅግ ፈርተው እጅግ ያስፈራሉ፣ ተገቢ ባልሆነ መልኩ ማለት ነው። ወመን አበደሁ አላህን ያመለከ ሳ ቢልሑቢ ወልኸውፊ ወረጃኢ በሶስቱም ፈሁወ ሙእሚኑን ሙወሒድ፣ ይህ ነው አማኝና የተውሒድ ሰው ብሎ ማለት ይህ ነው። ذكرها هذا شيخ الإسلام أوستوتال رحمه الله في رسالته العبودية يتبع له رسالة شولا أوستوتال. وقال أيضا متجمارين دي بلوان فدين الله يا الله سبحانه وتعالى همانت عبادته السنة مملكنو وطاعته السنة متعززنو والخضوع له للسنة التنانسنو، يهنو يا الله سبحانه وتعالى همانت. والعبادة عبادة أصل معناها የትርጉሟ መሰረት አዝሉ ነው፣ መተናነስና መዋረድ። ዩቃሉ ይባላል ጠሪቁን ሙዓበድ ይባላል። አይዶን በተጨማሪ ዩቃሉ ይባላል ጠሪቁን ሙዓበድ ይባላል። ጠሪቅ መንገድ፣ ሙዓበድ የሆነ መንገድ ምን እንደሆነ ያብራሩታል። ኢዛ ካነ ሙዘለለን የተገራ እንደሆነ ማለት ነው። ቀድ ወጢአቱ ልአቅዳም እግሮች የረገጡት የተመላለሱበት መንገድ ምን ይባላል? የተገራ በመሆኑ ጠሪቁን ሙዓበድ ይባላል አሉ። ላኪነ ልዒባደት ነገር ግን ዒባዳ ለማእሙረ የታዘዘው የሆነ ዒባዳ ቢሃ በእሷ ተተضመኑ ትይዛለች ማዕነ ዙል የመተናነስን ትርጉም ትይዛለች ዒባዳ ወማዕነ ልሑቢ የወዴታንም ትርጉም ትይዛለች የመውደድን فهي سوى تتضمن تيزالج غاية الذل جدكا يدرسا متنانس لله إلى الله سبحانه وتعالى بغاية المحبة له السن بجقو كمودد قارا مالتنا. ومعنى الحب عفوا ومن خضع يتنانس لإنسان إلا سو مع بغضه له السن كمطلات قارا مالتنا. السن كمطلات قارا تنانس ولتان ይህ ሰው ላ የኩኑ ዓቢደን አምላኪ አይሆንም፣ ለሁሱን አምላኪ አይሆንም፣ ያመለከው አይሆንም። ለምን? ተናንሶለታል። ሲተናነስለት ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን ፈርቶ ሊሆን ይችላል፣ ውዴታ በውስጡ የለም፣ እንዲህ አይነቱ አምልኮ አይባልም ነው። ወለው ሐበ ሸይአን አንድን ነገር ቢወድ ደግሞ ወለም የኽዳዕ ለሁ ለሱ ካልተናነሰለት ለም የኩን ዓቢደን ለሁ አሁንም ለሱ አምላኪ አይደለም። እዚህ ላይ ውዴታው ተገኝቷል። መተናነሱ መዋረዱ ዝቅ ማለቱ የለም። ከማ ዩሒቡ ረጁሉ አንድ ሰው እንደሚወደው ወለደሁ ልጁን ወሰዲቀሁ ጓደኛውን እንደሚወደው ማለት ነው። ወሊሃዛ ለዚህማ ላ የክፊ አሐዱሁማ እንዳቸው አይበቃም ፊ ዒባደት ላህ ተዓላ አላህን በማምለክ ላይ በል እንደውም አሉ የጂቡ አን የኩነ አላሁ ግድ ነው አን የኩነ አላሁ አላህ ሊሆን አሐበ ኢለል ዓብዲ ወደ ባሪያ እኮ ተወዳጅ ሊሆን ግድ ነው ሚን ኩል ሸይን ከሁሉም ነገር ይበልጥ ተወዳጅ ሊሆን ግድ ነው። ወአን የኩነ አላሁ አሁንም አላህ ሊሆን ግድ ነው አዕዘሙ ይበልጥ የላቀ ዒንደሁ እሱ ዘንድ ሚን ኩል ሸይን ከሁሉም ነገር የላቀ ሊሆን ተገቢ ነው። በል ላ የስተሕቁ ልመሐበተ ወዙለ ታማ ኢላ አላህ እንደው ውዴታን
ሙሉ የሆነ መተናነስ አላህ ብቻ እንጂ ማንም የሚገባው አይደለም ማሉ። እንታ ንግግራቸው አለቀ። هذه النزي ركائز العبوديه يعبوديه ركائزوج ናቸው ቀደም እንዳልነው التي ياش تدور عليها بالصلاه يمتزوربت يعني عباره بالنزي لا تزور عليه ነው قال العلامه ابن القيم رحمه الله في النونيه بلوان نونيه لا ينن بلوان وعباده الرحمن غايه حبه عباده الرحمن ان الله سبحانه وتعالى ان الرحمن المملك غايه حبه السن بجج مودن ነው ما عذل لعابده باريو كمتنانسو غارا غلغايو كمتنانسو غارا معناتها مودد بቻ አይደለም متنانس አለበ ድካ የደረሰ متنانس هما ሁለቱ ነገሮች قطباني ሁለቱ ዋና ዋና ነገሮች ናቸው ዋና يعني قطب የሚባለው ዋና ነገር ሞተሩ ነው وعليهما بن السلاي በሁለቱ ላይ ማለት ነው فلك العباده دائر የዒባዳ ፈለክ ይዞራል የዒባዳ ፈለክ የዒባዳ መህዋር በእነዚህ በሁለቱ ነገሮች ላይ ይዞራል ማዳራ حتى قامت القطبان ومداره يسو مزور ደግሞ بالامر امر رسوله بتعزاز ነው በመልእክተኛው ተዕዛዝ ነው የምን መዞር ነው እዚህ ላይ ደግሞ የፈለኩ የመህዋሩ መዞር ደግሞ እንግዲህ ዒባዳ በሁለቱ ትልልቅ ነገሮች ላይ ይዞራል ብለናል ወይም የዒባዳ መህዋር በእነዚህ ሁለት ትልልቅ ነገሮች ላይ ይዞራል ብለናል። የዒባዳው ፈለክ ደግሞ የሚሽከረከረው የዒባዳው መህዋር ደግሞ የሚዞረው በመንድ ነው ወመዳሩ ቢልአምሪ አምሪ ረሱሊሂ በመልእክተኛው ተእዛዝ ነው ላ ቢልሃዋ ወነፍሲ ወሸይጣኒ በስሜት አይደለም በነፍስ አይደለም በሸይጣንም አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባዘዙት መልኩ እንጂ በሌላ ነገር አይሽከረከርም አይዞርም ነው እዚህ ላይ ማዳር حتى قامت القطبان يمتلوان يزللكاتهم بينو لنيم جلس ያልሆነችልኝ ነገር ስላለች ነው ማ የምትለዋ ነገር ለብዙ ነገራቶች ተመጣለች እዚህ ላይ የመጣችበት ነገር ለኔ ግልጽ ሊሆንልኝ ስላለች አለ ነው በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ሸርሖችን ለማየት ሞክሬ የነበረ شیخو مزيታቹ ላይ ሸርህ አድርጉታል በርግጥ ለኔ ግን ግልጽ አልሆነልኝም والله تعالى اعلم شبه رحمه الله اما سسلوا الله اذا لاچون دوران العباده هي عباده مزور على المحبه والذل للمحبوب على المحبه انقدي هي عباده مزور بمحبه لنا بمتنانس للمحبوب لتوداجو والله عز وجل نو بدوران الفلك بمن امسسلوت فلكو بمزورو على قطبيه بهلت وانا نغروچو لاي معناتنا بهلت موتروچو لاي وذكر اوس ان دوران فلك العباده هي عباده فلك دكم فلك دكم مزور بامر الرسول هي عباده وفلك دكم ميزور بملكتنياو تعزازنا وما شرعه بدنغغوتن معناته لا بالهوى بسميت ادلم وما تامره به النفس وما تامر به النفس نفسا بمتعذبت ادلم والشيطان شيطانا بميعزو نغير ادلم فليس ذلك هي دكم من العباده كعباده ادلم እንግዲህ መጀመሪያ ዒባዳ በነዛ ነገሮች ላይ ይሽክ ማነው የዒባዳ በነዛ ነገሮች ላይ ይቆማል ብለን ስንል ያንን ነገር ቢያሟላም እንኳን አንድ ሰው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጅጉ ወዶ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጅጉ ተናንሶ አንዳንድ ዒባዳዎችን ቢፈጽም ማለት ነው ያ ዒባዳ ካልተደነገገ ራሱ ዒባዳ ሊባል አይገባውም ነው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሁብና መተናነስ ብለን ያልናቸው ነገሮች ከተሟሉ በኋላ ራሱ ዒባዳው ራሱ የተደነገገ መሆን አለበት ነው فما شرعه الرسول መልእክተኛው የደነገጉት ወለዚ እሱ ያለው يدير فلك العبادة የዒባዳን ፈለክ የሚያዞረው እሱ ነው ولا تديره البدع بدعوت አያዞሩት አያሽከረክሩትም ወልخرافات خرافاتዎችም እነዚህ خرافات እንግዲህ መረጃ የሌለው ዝም ብሎ አስቀኝ ተረት አይነት ነገር ነው ولا هو اسميتوچم وتقليد الاباء يا اباتوچن مكتل اباتوچن زم برو بچفن مكتل من دزي يمشكركرو اي هونم مالو والله تعالى اعلم بزي هولو هي ناتناقنال قطاي كاسماء وصفات انجمرالن والله تعالى اعلم